فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة هل يشرع أن يكون الشخص مستقبل الإمام أم يجلس بأي هيئة تريحه؟ الأمر في هذا واسع، إن جلس بأية هيئة فلا بأس، وإن استقبل الإمام فهذا هو الأفضل، والذي كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب فإنهم يستقبلونه وينظرون إليه، لأن هذا أدعى للتركيز وأدعى لفهم الخطبة. نعم.